الى المدرب ديال فريق الاتحاد الرياضي لولاد عياد، بغيناكم تعطيونا الارتصامات ديالكم حول المقابله اللي جمعت الفريق ديالكم مع فريق افورير. اولا تنبغي نهنى الفريق ديال اتحاد افورير على الانتصار ديالو اليوم. يستاهل ينتصر، لان لعبوا الكره في الدوزيام ميطو، كاينين شي بعض الاخطاء ديال حكم المباراه، ولكن حنا ما غاديش نلوحوا اللوم ديالنا على الحكم. الكره هي هادي، حتى هو بشر، حتى هو ممكن يخطا. هي الاكراهات اللي عندي انا كمدرب في هذا الفريق ديال اتحاد ولاد عياد، هو انني جيت لقيت فريق تقريبا التركيبه البشريه تقريبا كلها بدناها 100%، التركيبه البشريه، وحنا دابا غاديين في واحد لو بروجي ديال باش نخلقوا واحد الانسجام ما بين هاد اللعابه اللي عندنا جداد، يعني في التطوير كنطوروا هاد اللعابه، لان كره القدم هي الانسجام. وحنا عندنا دابا اللعابه تقريبا كلهم جداد في الفرقه، وكلهم باقيين لعابه اللي هما شباب، يعني ما عندهمش تجربه اللي هي كبيره في تروازيام ديفيزيون. وحنا هذا هو لو بروجي ديالنا هاد السنه ان شاء الله، هو نخلقوا واحد الانسجام، ونخلقوا واحد الفريق اللي يكون شاب، اللي غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله في الشطر الثاني من هذه البطوله، ويقول الكلمه ديالو السنه المقبله ان شاء الله. وتنبغي مره اخرى تنبغي نهنى فريق اتحاد افورير على الفوز ديالو اليوم. هذه هي كره القدم، دائما كنقولها فيها انتصار وفيها هزيمه وفيها التعادل. شكرا، بارك الله فيك. معنا السي حميد احمد، كاتب العام فريق الاتحاد الرياضي لولاد عياد، مرحبا بكم. يعني بغيناكم يعني تعطيونا الارتصامات ديالكم حول يعني هذه المقابله ثم الاكراهات التي تواجه الفريق. اولا تنشكركم بعدا مسبقا على الاستضافه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كره القدم خاصه في الاقسام الشرفيه كلها كتعاني من الاكراهات الماديه والاكراهات ديال الدعم. حنا بالنسبه لنا كولاد عياد كنبغي من هذا المنبر كنبغي نشكر السيد رئيس المجلس البلدي والسيد رئيس الفريق عبد العزيز ناسيم. يعني هاد جوج الناس فقط اللي كيدعموا هذا الفريق ماديا وحتى معنويا، لانه من لما كتحتاج شي حاجه كتمشي لهم وكيخرجها لهم، ولو غير بالمعنويات. هذه مساله مفروغ منها، وهي اكراهات ماديه كاينه في الحقيقه، وكاينه حتى الاكراهات ديال اللوجيستيكيه، يعني حتى خصنا المونك ترونسبور، المونك دي جور. انت شتي سميتو سي المدرب، بعدا كنشكروه خلق لنا واحد 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 الجو. وفريق الحمد لله راه شاب، ان شاء الله كتنقص واحد شويه تجربه. كاين بعض اللاعبين شبان، كاين ولاد 97 ولاد 95، وحتى ما تفوتنيش هذه الفرصه. الناس ديال فورير كنبغي نشكرهم لانهم كيرحبوا بنا، عطاونا الملعب، لعبنا فيه واحد الماتش ضد مصيبه. كنشكروهم، يعني الناس ديال الرياضه وناس كيحبوا الرياضه وكيحبوا كره القدم وكيحبوا الفريق ديالهم. وشكرا، بارك الله فيك.